الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم والله بتكلم النهاردة بأمانة وأنا في غاية الحزن والألم يمكن جميع المشاكل المنتشرة عند الإخوة الكرام للأسف الشديد بتصب عندي هنا بصراحة لأن كل اللي عنده مشكل بيبعت على الواتس وطبعا بامانه الله يعني وصلنا لمرحله محزنه بامانه يعني انا حزين على اللي وصلنا له في الزراعه بمعنى برضه اولا المزارع بيستسهل وبيتعامل مع مبيدات مش مظبوطه او بيستعين كلنا بنستعين بالله اولا ثم بمهندس او خريج عديم خبره وبالتالي بتحصل الكارثه، المشكله يا جماعه ان النهارده اصبح اقل بيت اقل بيت محمي او صوبه صغيره اصبحت بتكلفنا كتير جدا 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 وبالتالي الغلطه فيها بامانه بتكلف صاحبها كتير مع ان الحل من الاول بسيط وسهل جدا وتمام التمام. كلمتين للمزارع دائما وابدا لو ما ما متمكن في القصه ما تبداهاش عشان ما تتعبش نفسك ولو حضرتك هاوي وغاوي القصه يعني فعلى الاقل في الاول خد عنها فكره كويسه كويسه جدا وادرس الموضوع من كل الجوانب بتاعته تمام وما تبدأش كبير عشان ما تسقطش يعني ابدأ صغير وبعد كده ربنا بيحلها بقى فيما بعد يعني انا مثلا في استطاعة حضرتك تعمل عشر بيوت اعمل كفايه عليك خمسه ولو الدنيا مشيت معاك اعمل خمسه التانيين او ابدأ حتى بتلاته تلاته واحد زي طريقه الجماعه بتوع الكوره دول او تلاته تلاته اتنين مش عارف بيقولوها ايه المهم والمهندس اتقي الله في, في الانسان او اللي انت بتتعامل معه انت عديم خبره من بس مش كل من هو حصل على درجه البكالوريوس اصبح راجل يعني آه خط وعنده آه انت اخذت درجه ولكن الاكسبيرينس فين الخبره لازم يكون في اكسبيرينس تتعامل بيه ولازم يكون قضيت لك 10 15 سنه في الـ 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 البيوت المحميه عشان تبقى راجل استشاري وتلف هنا وتكتب لي ده وتخلي لي ده الكتابه اي واحد هيكتب وخلاص ولكن التعامل مع قصه المرض نفسه دي هي ديت الفن انك توضع نفسك تحت ضغط النبات هو ده الفن انك تقدر تتواصل مع النبات وإنك انت تقدر تحوش المرض قبل ما يوصل وإنك انت تعالج الحالات الفسيولوجية بتاعت النقص بتاعت العنصر قبل ما يظهر هو ده الرجل الفرويد أما مش كل من خد لي ورقة من الجامعة أصبح ان هو خلاص، لأ يا جماعة اتقوا الله في الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاها واللي انتوا بتشتغلوا معاها تمام؟ آه دي منظر في بيت محمي، دي الصورة دي مبعوثة لي على يشهد الله ان هي مبعوثة على ال الواتساب. آه الصورة شايف فيها بياض زغبي وكل النبات، القمة النامية شايف فيها تكتلات فوق اهيت تمام والقمة النامية كمان فيها نقص عناصر وطالما ظهرت نقص العناصر يبقى القمة النامية في, في, القمة النامية يبقى أصبح عندي إيه؟ أصبح عندي قدام حضرتك هو نقص عناصر صغرى حديد ومنجنيز وزق عناصر صغرى هيت عندك هيت وطبعا الحديد طاغي لأن القمة النامية صفرة, صفرة 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 تمام؟ كانت تخلص بحاجتين كل 15 يوم فانتازية كده تروح تجيب من شركة تريد كورب هتقول لي هو تريد كورب تروح شركة تريد كورب، شركة محترمة جدا جدا، سيبك من تحت السلم، وتقول له أنا عايز مركب تريد كورب، تجيب مركب تريد كورب حتى لو كلفك تطلع الصحراوي، أنا بقول للمصريين، تطلع الصحراوي تجيب مركب تريد كورب، ماشي؟ وترش كل أسبوع، كل 15 يوم ترش، مش هيظهر المنظر اللي حضرتك شايفه في القمة النامية ده هي يعني تمام؟ مش هيحصل أبدا، تمام؟ طيب التكتلات ديت حلم دودي ظاهر عندك هو ماشي ال ال القمه الناميه متكله اصلا من الحلم الدودي تمام ومفيش فيش تغذيه كويس فاللي وصل البيت للكلام ده يتحاسب على الوضع ده اللي وصل البيت للمنظر ده تمام ده راجل اللي عنده خبره في التغذيه ولا في الامراض ولا في اي حاجه خالص امال ماسك بيت محمي تعمل بيه ايه تتصور جنبه تمام ده منظر بأمانة الله ما يسرش عدو ولا حبيبي يعني زي ما بنقول عندنا في مصر التكتلات اللي عندك دي لو انت اتقيت ربنا ورشيت مرتين فرتمك بس يعني كل 15 يوم ادي رشه اي حاجه قبل ما كتين الدنيا هتمشي معاك مش هيحصل المنظر اللي حصل فوق ده تعالى على البياض الزغبي اتكلمت على البياض الزغبي اللي موجود ده في الورقه تخيل تخيل نبات واحد بس شايف البيت من ورا عامل ازاي وضح الصورة، شايف البيت من ورا حضرتك عامل ازاي؟ يعني دي كارثة الكوارث والله، كارثة الكوارث، شايف البيت كله بياض زغبي، آه، نقص عناصر، آه، حلم دودي والدنيا ده آه دي أول صورة، ده في صور جاية كمان هتشوف حضرتك برضه معايا. من اللي وصلنا لل... للقصة دي مع إن اللي قلنا في أراضي طينية لازم تتحكم في الرطوبة الأرضية تتحكم في الرطوبة الأرضية بتاعتك تتحكم في الرطوبة والري روي على قد لو, لو ربع لتر كل يوم طالما الدنيا ماشية ما فيش أي مشكل خالص أما أنك أنت تديلي ساعة أو نص ساعة ري يوم وثلاث أيام والكلام ده كلام فاضي ما ينفعش خالص لازم أولا تحط مالش هتقولي أصلاً أصل الملش بيعفن الجذور مش هيعفن جذور المالش ما أنت هتدي مية تحت تتحكم في الرطوبة الأرضية وبز و و وبالتالي الملشا هيحد من حته البخر اللي هيطلع من التربه وهيطلع من النبات وبالتالي الرطوبه الجويه في البيت هتعلى فانت ممكن نتحكم في الرطوبه الارضيه ولكن الرطوبه الجويه بالليل مش هقدر اتحكم فيها هفتح البيت البرد هيموت النبات طيب هقفل البيت هيحصل مشاكل كتيره في حته الامراض فالتهويه وحته التحكم في الري حط الملش بتاعك وتحكم في الري كويس مفيش حاجه اسمها نقط اي واحد اي واحد في مصر بحالها يقول لك ارض رملي, ارض طينيه بتروي بنقط 4 لتر قل له انت ما تعرفش حاجه مفيش حاجه اسمها 4 لتر في الشتاء ابدا دي اخرك 2 لتر على 50 سم وخلاص يعني النقاط بينه وبين التاني 50 سم واخرك النقاط الساعه بتاعته هي 2 لتر في الساعه اساسا عشان لو رويت ربع ساعه هو مش هيديك اساسا غير نص لتر ماشي تعرف تسمد وتعرف تاخد راحتك خالص وما توصلش للمنظر اللي حضرتك وصلت له ده هو تمام يبقى ملخصنا في الصوره اللي هي فاتت دي ان احنا هنقول في في الصوره دي ان احنا هنقول القمه الناميه ده هي كل 15 يوم المفروض بتدي رشه عناصر صغرى من من مكان محترم وعشان ما تتوهش نفسك خليك في تريد كورب في شركات كويسه كتير بس تريد كورب شركه محترمه والاولى تعتبر في قصه العناصر الصغرى بالذات تمام البياض الزغبي عندك مبيدات ما تقوليش اصل هرش رودوميل وهترش ما عرفتش ايه ما فيش حاجه اسمها رودوميل في البياض الزغبي البياض الزغبي مش هيجي مع رودوميل ان كنت هترش فانتازيه كده اساسا وقائي ما فيش مشكله ولكن عندك مثلا البرفكيور وعندك المركب الانفيتو كل دول وقائيين ولكن اذا جالك فيا تلتزم وتدور على الاكواجن برو بتاع شركه اجريماتكو تقريبا هي اللي بتبيعه تمام ده اللي ممكن يجيب معاك رش في الاول اه وقائي معلش بس وقائي وقائي متخصص وقائي بياض زغبي، وقائي بياض زغبي يا جماعة، بقاء وقائي بياض زغبي، مش تروح تجيب لي شوية كبريت والكلام ده مش هينفع يا جماعة، يبقى التهوية ترش وقائي كويس، يبقى لو جالك هتروح تجيب البرفكيور إم أو البرفكيور إنرجي، مركب محترم جدا تقريبا في شركة سنتريد، وطبعا براحتك هات اللي أنت عايز تجيبه بس أنا بقول لك على التجربة الانفينيتو ده بتاع شركة باير محترم وخد بالك برضو البرفكيور برضو بتاع شركة باير الشركات العالمية المحترمة باير سنجين تجريمتكو شركة شورا التكنوجرين كل الشركات الكبيرة ديت بلاش تحت السلم يا جماعة ابوس رجلك بلاش تحت السلم لان تحت السلم ده بياخدك وياخد السلم وبيقع والدنيا بصراحة بتبقى يعني سلطة ماشي فده منظر بأمانة الله يعني مش كويس تمام طيب هنيجي للصورة ده هي الأعفان اللي على الثمار ده هي. ايه اللي وصل الوضع لكده العفن ده يا جماعة لو ضربت بصبعك كده بينزل وطالما نزل دي جراثيم الفطر بتاعتك يعني زي ما يكون معاك يعني حاجه بتبدرها كده كما بتبدره او 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 قطف عنب مستوي كل ما بتهزه بنزل الحب بتاعه هو نفس القصه بتاعه الخياره اللي انت شايفها دي شايف الوضع عندك عامل ازاي المشكل الملابس بتاعت حركه العامل نفسه في ديان حركه العامل في نفسه في ديان بتعمل لي مشكله يعني حركه العامل في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ العفان ديت دي بيشيل من اللي هي مش مصابه تمام يودي لي المصابة تمام الجمع نفسه آه الرش الرش آه ساعات ما بنمشي بال بتاع الرش آه بياخد مع التيار المية اللي طالع بياخد من الغير مصابة للمصابة فأصبح الدنيا كل سبب ده إيه شايف الطينة السمرة عاملة إزاي وأكيد طبعا الري تحت كتير والبيت متغطي فبتحصل عندنا المشكلة والكارثة اللي انت شايفها ده طيب علاج القصة دي إيه هو برضو نفسه بعينه لازم تحط ملش ولازم تحكم الري بتاعك بطنقيته ما فيش حاجه اسمها 4 لتر في الاراضي الطينيه ما تنفعش 2 لتر 2 لتر في الاراضي الطينيه ما هينفعش اصلا العك ده ده عك العك ده ده عك 4 لتر دي عك هي 2 لتر تمام 2 لتر عشان تحكم نفسك ال 4 لتر ده ما احطهاش اللي هو الا اللي هو عنده خبره ما حصلتش اللي عنده خبرة ما حصلتش بحيث ان هو في الاول وفي الاخر ما يحصل ليش اي مشكل بالنسبة لزيادة المية هو عينه وسط راسه اربعة لتر يبقى اخر عشر دقايق تمام النبات هيسحب من تحت وهيبقى زي الفل تمام التمام ماشي المفروض تحط ملش الملش هيخف معاك جدا القصه بتاعت هيزود الرطوبه الارضيه بس هيزود الرطوبه الارضيه لأن ان مفيش بخره وبالتالي انا بدل ما نص ساعه ادي خمس دقائق ايه المشكله يعني ادي خمس دقائق يوم ويوم ايه المشكله يعني ولكن ان انا اوصل للمنظر ده القصه دي ما تنفعش اذا فالاعفان ده هي يا جماعه اول حاجه المفروض بترشها وقائي التوبسين 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 التوبسين, التوبسين. على طول رش توبسين رش روفرال الاثنين محترمين جدا ولكن اذا جه المنظر دهوت فالعلاج بتاعه اول حاجه الرطوبه بتاعتك في البيت ما تعلاش عشان اصلا ما يجيش يعني لو انت مش عايزه يجي آه، هتجيب التوبسين ترش كل اسبوع رش التوبسين تمام رش التوبسين وانك انت تهوي البيت كويس بتاعك على فكرة البرد مش هيموت الزرع بس القصة دي تخرب بيتك قصة العفان اللي في الثمار دي دي تخرب بيتك لو حوصل الرمادي للمنظر ده هو عفن الرمادي بالمنظر رهون ده, ده هيخرب بيتك ولكن النبات لو طاله اي شوية برد عادي ممكن يقل الانتاج بتاعه شوية ما فيش مشكلة بس مش هيموت ولا هيديلك ثمرة غير اقتصادية بالمنظر اللي انت شايفه ده هو تمام يبقى اول حاجه عشان تخف العفن دهيا اول حاجه تعملها التهويه بتاعتك تكون كويسه طب لو ظهر وترش توبسين كل 10 ايام ولا كل اسبوع تغسل توبسين مع الروفرال او الماده الفعاله فيهم مفيش مشكله تمام او الماده الفعاله فيهم مفيش مشكله طيب ممكن الازوكسستروبين يجيب فيهم مفيش مشكله برضو معانا طيب اذا بقى آه كان في المرض وظهر عندي فاول حاجه تعملها اي ثمره بالمنظر اللي انت شايفه دهون هتاخدها في كيس بره البيت خالص بعيد وتحرقها يعني تتاخد في كيس كده وتتحرق بره البيت وبعد كده بعد كده تقعد تغسل بقى تغسل بايه تغسل بالفينهكسامايد او التليدور الماده الفعاله فيه فينهكسامايد اللي هي في التليدور تغسل النبات عند حضرتك غسيل مش كده وبس تعمل تبادل لو فيه روفرال ماشي لو فيه ازوكسستروبين ماشي لو فيه عندك التوبسين ماشي مفيش مشكلة تنوع ولكن اكتر حاجة تجيب في القصة دي هي حاجتين ثلاث الروف... حاجات الرفرال والتوبسين مع التليدور دي القصة تكون منتهية جدا 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 وهتلاقي فيه امل في البيت بعد كده والدنيا كويسة خالص 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 أه بتمنى ان يا رب نكون استفدنا وان كل مهندس يتقي ربنا في الفلاح اقل بيت النهارده بكم بي بي اقل بيت النهارده بيكلف فاتقوا الله في الناس بالله عليكم طالما ما تعرفش قول انا ما اعرفش والله ما فيها حاجه احنا قعدنا بعشرات السنين نتعلم بخلاف الدراسات العليا كمان ولكن الخبره يا جماعه الاكسبرينس 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 كنت عايز تبقى راجل محترم ما انتش عايز تبقى يبقى تقعد يا عم في السطح وتربي لك جوز حمام لا مهندس تربي لك جوز حمام وتقعد كل يوم الصبح توشوشه بتحبني ما بتحبنيش بتحبني ما بتحبنيش لا ما بتحبنيش والاخر تايه تذبح جوز الحمام وتاكله وتقعد سلطان زمانك اما تخرب بيت الناس بالمنظر اللي احنا بنشوفه ده مش كل يوم انا ما بقصدش الصوره ديت بالذات انا بقصد كل العك اللي بيجي ده هو والمعجنه اللي بتيجي اتقوا الله في الفلاح الفلاح ما تعرفش هو جايب منين او المزارع آه ويا جماعة نصيحة للمزارع زي ما قلت لحضرتك بالراحة خالص واللي تقدر تعملها آه النهاردة آه الشغلانة اللي, اللي تقدر تعمل فيها عشر بيوت يا سيدي اعمل خمسة وخلي خمسة آه للسنة الجاية نفعت معاك العملية خلي 15 و 20 ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ما قلناش حاجة ولكن ستيب باي ستيب خطوة بخطوة علشان ما تقعش على ايه على آه رقبتك تتكسر وفي الاخر هتقول اصل الزراعي الزراعي انا بقول اهوت للمهندس اتق الله اتق الله في الرجل الفلاح طالما ما تعرفش قول ما عرفش العلم حاجتين انك تتكبر وانك انت أه أه تستحي انك تسال دي قفه العلم يا جماعه كل الناس بتتعلم وربنا قال آه فوق كل ذي علم عليم هتعمل فيها انت عنطر فجله ولسه دلوقتي طلع من سنه رابعه كليه زراعه بقى وعوش وشك ده انا هعمل ده, ده انت بتخرب وانت اساسا بتسقط نفسك لانك فاشل من الاول ما انتش عايز تتعلم انت بتسقط نفسك من الاول خالص وصدقني الخطوه دي هتهدك مش هتبنيك اقف كده احط لك صوره للراجل اللي علمني من حوالي 20 سنه احطها لك عشان ولسه لحد دلوقتي مهما وصلنا وبقينا دكاتره وبقينا غيره لو شفته والله بقبل ايديه لانه ليه فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى اما انت عايز تطلع القمر وللاسف عشان تطلع القمر القمر عشان تطلع له ليه مقاومات توصل له ولا ايه؟ ايوه آه ليه مقاومات لازم توصل للايه؟ للقمر اللي انت عايز توصل له اما مش هوبا يلا بينا نطلع القمر اطلع القمر فين يا عم انت كمان؟ الله في الفلاح شكرا لحضراتكم رغم كل حرق الدم اللي انا فيه والله انا بقسم بالله رغم كل حرق الدم اللي انا فيه ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يضر اي حد من اي ديانه واي عرق واي جنس واي دين واي لون حسبنا الله ونعم الوكيل فيه شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته